بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين إلى يوم الدين. أهلا ومرحبا بكم أعزائي مشاهدي قناة الرحمة الفضائية مع برنامجكم الإسبوعي مستشارق القانوني. حلقة اليوم بقى حلقة بنقول فيها إزاي وصل الأمانة يبقى صحيح، إزاي إيصال الأمانة يبقى صحيح. إحنا عندنا جرائم شائعة كتير قوي، إيصالات أمانة وتبديد وبتاع، وكل اللي خاضع لنص المادة 341 من قانون العقوبات، المشاكل اللي بتحصل بين الأزواج في القايمة والتبديد، المعاملات التجارية، الشراء بالقسط، كله بيكتب إيصالات. والإيصالات بقى ما هيش جريمة إلا بشروط حددها القانون وأعطى للمحكمة سلطة إن هي تغوص في أعماق الموضوع، خصوصا مثلا لو طعن بالتزوير ويجي الصلب مخالف للتوقيع، خصوصا مثلا لو مفيش حقيقة تسليم واقعة تسليم، خصوصا انه يكون ضمان، خصوصا انه مقابل امانة عند حد هيحلوا بيه مشكلة. كل التعاملات التجارية تقريبا بتتطلب ايصال امانة، فإيصال الأمانة أمر متداول، ويجب على مشاهدينا الكرام ومتابعينا معرفة متى يكون الإيصال صحيحا. إيصال الأمانة إمتى يكون صحيح؟ إمتى يكون موقع مظبوط؟ إمتى ياخد براءة؟ ما ياخدش حكم إدانة، لا، ده ممكن ياخد براءة ويرجع على اللي اشتكاه بتهمة البلاغ الكاذب. هناك شروط نص عليها القانون في المادة 341، والمادة 341 فيها عقود خمسة. احنا ايصال الامانة ده حاجة واحدة منهم، من العقود الخمس، بس ده هيتطلب واحنا بنعلق على ايصال الامانه ان احنا نتعرض الى تلك العقود في استعراضنا لهذه الحلقه. يعني طبعا ايصال الامانه بيختلف عن الشيك، لان الشيك بمجرد اصداره يتم اطلاقه للتداول، واطلاقه للتداول باعتباره عمله، والعملة لما تطلق للتداول تبقى لابد أن تكون صحيحة. علشان كده صدر قانون التجارة الجديد ظبط لنا قصة الشيك، وخلاه حتى لو مستحق الأداء بعد شهر ولا اتنين ولا سنة من تاريخ ما أحصل عليه في إيدي، هو أصلا بمجرد حصولي على هذا الشيك فهو تم إطلاقه للتداول، ولا بد من الوفاء به، وإلا يكون عدم وجود رصيد له يشكل جريمة. احنا هنرجع تاني علشان هنبقى نعلق مثلا على مسألة الشيك. لو هو شيك ضمان، امتى اخليه شيك ضمان وما يبقاش شيك مطلق للتداول؟ بس نرجع تاني لأصل حلقتنا ونقول انه ايصال الامانة يعني له شوية اصول كده لابد من مراعاتها علشان يكون الايصال صحيح. اولا يجب ان يكون الايصال مثلا ثلاث اطراف، استلم الف من ب مبلغ كذا علشان يوصلهم لجيم، يبقى المستلم هنا لو ما وصلش الجيم يبقى خاين للأمانة،
باعتبار هذا العقد من عقود الوديعة، يبقى لازم يكون على الأقل ثلاث أطراف. طب مش ثلاث أطراف، أي ثلاث أطراف؟ يعني ما ينفعش أجيب واحد أنا من القاهرة، أجيب واحد من الزقازيق يستلم مني المبلغ علشان يسلم المبلغ لأخويا اللي في القاهرة. ده أمر مش واقعي ولا منطقي. طب ما تدوم لأخوك على طول اللي جنبك في القاهرة. يبقى علشان يبقى حقيقي يبقى لابد أن يكون مطابق للواقع، وإنه يكون إيصال حقيقي مش ضمان. ما بقاش شاري موبيليا أو شاري أجهزة عروسة ومكالمات إيصالات والراجل يقول استلم مني وهو جنبي، استلم مني فلان اللي في الشارع اللي جنبي مبلغ علشان يديه لمراتي. قال طب ما مراتك قاعدة معاك. المسألة محتاجة انك التلاتة يبقى حقيقي، يبقى توصيل حقيقي. لان هاجي في اخر الحلقة واقول ان المحاكم بتقول هنا العبرة بحقيقة الواقع، وفي قاعدة قانونية لمحكمة النقضي بتقول العبرة بحقيقة الواقع وليس بما يمليه المتعاقدان على العقد. يبقى الثلاث أطراف، الثلاث أطراف لابد أنه يكون فيه أمر منطقي، أمر يقبله العقل. يجب أن لا يكون على بياض. ليه؟ لأنه مش هيبقى مطابق للحقيقة والواقع. مش هتبقى دي على بياض. ده يعني ايه؟ يعني هو خد منك حاجة وهم، ولا لسه هيجي ياخد وهنقعد نكتب الفلوس بعدين؟ كلمة على بياض بقى يجوز إثباتها في الطب الشرعي ان هو تم توقيعه بميدان معين وفي تاريخ معين، وتم الصلب في تاريخ لاحق وبمداد مغاير ومخالف. ففي الحالة دي هيبقى مفيش واقعة تسلم وتسليم على أساس الإيصال أو البيانات المثبوتة فيه. استلمت أنا الموقع أدناه فلان الفلاني من السيد فلان الفلاني مبلغ وقدره كذا عربي وأرقام، وذلك لتوصلهم للسيد فلان الفلاني المقيم في المكان الفلاني، وإن لم أقم بتوصيله أكون خائن للأمانة وأعاقب طبقا للقانون المقر بما فيه التوقيع. أما تيجي تاخده على بياض هتبقى البيانات اللي فوق دي مش حقيقية إنه استلم المبلغ ده علشان يوصله لده. فبيبقى إثباتها سهل، إن الفرق بين الصلب والتوقيع الفرق الزمني والمداد مختلف، أو حتى لو كان نفس المداد وانت عين الألم، لكن هيبقى بيستطيع الطب الشرعي إثبات أن الإيصال التوقيع سابق على الصلب، وبالتالي بتبقى العبرة بالتسليم، العبرة بحقيقة الواقع. تبقى حقيقة الواقع ما كانتش أبدا أن هو كان إيصال أمانة. إثبت دينك بقى طريقتها من طرق الإثبات. يعني يجب أن يكون موقع ومملوء كل البيانات. شوفوا بقى خيانة الأمانة دي معناها ايه؟ معناها انني حائز على الحاجة اللي هي عندي، بس الحيازة اما عن طريق وديعة او عقد إيجارة او عارية استعمال او عقد وكالة او رهن. ثم تتغير نيتي من نية حائز إلى نية تملك، إلى نية الاستيلاء. هنا بقى تقع جريمة خيانة الأمانة. ليه؟ مثال السرقة مثلا. السرقة هو انتزاع ما في يد الغير خلسة، اختلاس مال منقول مملوك للغير على نية تملكه. لكن في خيانة الأمانة الحاجة في حيازتي أصلا، مانيش منتزعها. المسألة بتبقى إمتى بقى أو الجريمة بتقع إمتى؟ وقت تغيير نية الحائز على سبيل الأمانة إلى نية التملك والاستيلاء عليها.
المادة 341 حددت لنا خمس عقود على سبيل الحصر. عقد الوديعة هي عقد يعني أودع ألف طرف به شيئا معينا بالذات، وما جه يستلمه عجز عن الرد أو رفض الرد، فتغيرت نيته من أنه مودع لديه إلى نية الاستيلاء عليه. واحد راح عن محصول الأرز في مخزن زيد من الناس، خلي ده عندك لأن المخازن عندي اتملات، وده فايت عندك عينه عنده، هو عنه عنده وديعة. أما يجي يشيله يقول له لا مش هديه. التاني ما كانش حازه، هو حازه وضع يده عليه وقفل عليه المخازن عنده واخده وتغيرت نيته الى الاستيلاء عليه، هنا يبقى خائن للأمانة طبقا لنص المادة 341، باعتبار ان بينهم عقد وديعة ايداع محصول الرز في طرفه في المخازن عنده لحين وقت طلبها. العقد التاني ده عقد الوديعة. العقد التاني عقد الإيجارة. مثلا واحد راح يأجر عربية ياخدها يومين، ياخدها أسبوع، اليوم بخمسة قروش اداهم له، خد العربية واستلمها بإقرار أو إيصال الاستلام، وخدها وما جابهاش، هات العربية، لا مش جايبها أنا خلاص، يبقى تغيرت نيته، هو ما سرقهاش، هو حازها بعقد الإيجار. واحد أجر موتوسيكل، واحد أجر عجلة، حازها ومشى بيها وتحرك بيها جهارا نهارا بس بعقد الإيجارة. كون ان اتغيرت نيته من نية حائز بموجب عقد الإيجارة الى نية التملك بانه رفض انه يرد الدراجة او يرد العجلة او يرد العربية او يرد ما تم تأجيره، وخصوصا المنقولات يعني، فيكون في هذه الحالة تنطبق عليه نص المادة 341 من قانون العقوبات، ومنها عقد الوكالة. عندنا بقى عقد عارية الاستعمال. ده بقى إيجار بس بدون مقابل، حيازة بس بدون مقابل، عارية الاستعمال. قائمة منقولات الزوجية في مسكن الزوجية هي عارية استعمال، بيستعملها الزوج وبتستعملها الزوجة، بس هو موقع على القايمة، هي عارية استعمال، هو ملزم في القايمة بتجديد ما يتلف منها أو إحضاره، فهي عارية استعمال، فبينطبق عليها جريمة خيانة الأمانة المعاقب عليها بالمادة 341 وهي جريمة التبديد. عارية الاستعمال أي شيء تسلمه إنه يستعمله بس بدون مقابل، لأن عقد الإيجارة بيبقى بمقابل، بتأجر العربية بكام في اليوم، بكام في الأسبوع، بكام في الشهر، بتأجر العجلة بكام في الساعة، بتأجر الموتوسيكل بكام في الساعة، لكن عارية الاستعمال هي إيجارة دون مقابل. عقد الوكالة هو من العقود المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات، له صور متعددة. بياخد مبلغ من المال من وكيله علشان يسلمه لغيره، اتغيرت نيته ما راحش يسلمه واستولى عليه. والعقد الخامس من العقود المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات عقد الرهن. يبقى انا عندي خمس عقود منصوص عليهم في مادة 341 من قانون العقوبات. العقد الاول هو عقد الوديعة، وعقد الإيجارة، وعقد عارية الاستعمال، وعقد الوكالة، وعقد الرهن. دول اللي بيمشوا في جريمة التبديد اللي كان من جواها إيصال الأمانة موضوعنا. طيب هي جريمة خيانة الأمانة دي اعتداء على حيازة ولا اعتداء على ملكية؟ بقول هي جريمة خيانة الأمانة اعتداء على حيازة ولا اعتداء على ملكية؟ لا، هي اعتداء على ملكية. ليه؟ لأن الحائز
للشيء اللي معاه هيذهب برضا المسلم، بموافقة المسلم. إذن هي اعتداء على الملكية. إمتى تقع؟ حينما تتبدل وتتغير نيته، في إنه تتغير نيته من إنه حائز بصفة وديعة أو بصفة مستأجر أو بصفة عارية استعمال أو بصفة إنه وكيل بالإيجارة، عقد الإيجارة أو بعقد وكالة أو مرتهن. الحيازة عنده حيازة بتاعته، هو اللي حائزها، تغيرت نيته في الاستيلاء عليها، إذن جريمة خيانة الأمانة هي اعتداء على ملكية وليست اعتداء على الحيازة. طيب قواعد الإثبات إيه بقى في جريمة خيانة الأمانة؟ المادة 225 من قانون الإجراءات قالت بنص واضح: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل الغير جنائية التي تفصل فيها تبعا للدعوى الجنائية الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل. النص ده نص عجيب يغفل عنه يعني كل شباب المحامين. المادة 225 من قانون الإجراءات اللي قالت تتبع المحاكم الجنائية في المسائل الغير جنائية التي تفصل فيها تبعا للدعوى الجنائية الإثبات المقررة في القوانين الخاصة بتلك المسائل. احنا عندنا مثلا الإثبات بالبينة إلى حدود 100 جنيه. طيب اللي فوق 100 جنيه بينطبق عليها طبقا لنص المادة 225 إنه لا يجوز إثبات عكس الثابت بالكتابة إلا بالكتابة. القاعدة: لا يجوز إثبات عكس الثابت بالكتابة إلا بالكتابة. واقعة التسليم بقى لابد إثباتها بالكتابة. بتيجي في إيصال الأمانة، سلمت المبلغ يبقى لازم تثبتها بالكتابة في إيصال الأمانة، ويبقى زي ما قلت في الشروط اللي قبل كده، ثلاث أشخاص يتملى البيانات كله، يتكتب فيها المبلغ بالأرقام وبالعربي، يتوقع عليه قدامك، يبقى كله بمداد واحد، كله في وقت واحد، كله متوافر الشروط. يبقى لابد من إثبات واقعة التسليم بالكتاب. استلم من العفش المنقولات، بنكتب قايمة بمفردات عدد بيانات أسعار، وفي الآخر استلمت أنا الموقع أدناء ما هو أعيان جهاز زوجتي فلانة الفلانية، ومستعد للحفاظ عليها وتجديد ما يتلف منها أو دفع قيمته وقدره المبين قبله، وهذه عندي بصفة أمانة وقت طلبها أو سداد ثمنها وقت ما تريد، حسب الصيغة اللي الناس بتتفق عليها في الكتابة، وبتتكتب الإقرار المثبوت بالكتابة على اعتبار إن القاعدة العامة فيما يزيد عن مبلغ 100 جنيه الذي يتم إثباته بالبينة طبقا للقواعد المبينة طبقا لنص المادة 225 من قانون الإجراءات. هنرجع نقول إنه القاعدة اللي أكثر من 100 جنيه يبقى لابد بالثبوت بالكتابة. إذا لا يجوز إثبات عكس الثابت بالكتابة إلا بالكتابة. يبقى القاعدة لابد أن يكون قاعدة الإثبات أو واقعة التسليم لابد إثباتها بالكتابة. طبعا لابد إثباتها بالكتابة إذا جاوز النصاب القانوني للبينة اللي بنقول عليها في نص اللي رفع البيانات لحد 100 جنيه تقريبا الحد الأقصى. طيب هي واقعة التبديد بقى نعرف نتمسك فيها بنص المادة 225 إجراءات؟ لا، لأن واقعة التبديد هي تغيير نية الحائز من إنه حاز بصفة أمانة إلى نية التملك، إلى نية الاستيلاء، إلى نية إنه خذها لنفسه.
الى نيه انه باع المنقود ده وحط فلوسه في جيبه، يبقى الماده 225 من قانون الاجراءات لا تنطبق على اثبات واقعه التبديد، تنطبق على ايه؟ على اثبات واقعه التسليم. عشان كده المحاكم الجنائيه اما تيجي تنازع في واقعه التسليم في الايصال بيجب على المحكمه تحقيق مساله واقعه التسليم، لان واقعه التسليم بالذات بيتنطبق عليها نص المادة 225 من قانون الإجراءات الجنائية اللي بتلزم المحكمة أنها تتبع قواعد الإثبات المنصوص عليها في المسائل اللي بتحل المشكلة اللي معروضة عليها. يبقى واقعة التبديد لا يسري عليها نص المادة 225 في الإثبات لأنه تغيير نية. تغيير نية بقى من حيازة عارضة إلى حيازة دائمة، هي دي بقى واقعة التبديد. طيب امتى تثبت واقعة نية المستولي على الاشياء؟ احنا بنقسم جريمة التبديد خصوصا ايصال الامانة يعني الى اثبات واقعة التسليم، ثم اثبات واقعة التبديد، ثم اثبات نية المبدد في التغيير من الحيازة العارضة إلى الحيازة الدائمة. واقعة إثبات النية من أسهل ما يمكن إثباتها، ليه؟ لأنها أولا بتثبت بالامتناع عن رد الشيء، هو بمجرد ما يقول لا أنا مش مرجع، أنا مش مسلم، أنا ما وصلتش الأمانة، أنا مش مرجعها تاني، إذن تم. دي بتكون إثبات لأن تغيير نيته من نية حيازة عارضة إلى نية حيازة دائمة. أو الحالة الثانية أنه يعجز عن رد الحاجة، يعني يعجز عن رد المبلغ، خده صرفه عجز عن رد، يبقى تغيرت نيته للاستيلاء عليه، اتزنق وحصل له مصيبة والمبلغ راح منه، هو تغيرت نيته، هو المسؤول عنه. طيب هيبقى عندنا في القصة دي احنا امتى نتكلم على انقضاء الدعوة الجنائية؟ القاعدة العامة انها تنقضي الدعوة الجنائية في جريمة التبديد بمضي 3 سنوات من تاريخ وقوعها. طيب المستخدم اللي بيشتغل عندك سواق عربيتك مثلا، السكرتير في الشركة وهو حائز لمعظم المحتويات بنية حيازة انه مستخدم، معاه العربية بتاعتك، معاه المستندات بتاعتك، معاه الاوراق بتاعتك، معاه الخزنة بتاعتك، معاه الفلوس بتاعتك، والحركة ماشية والدنيا ماشية، وفات على اختلاسه لمبلغ من المال مثلا 10 سنين. هنيجي نقول بقى ده احنا من 10 سنين كان في هنا مبلغ في الخزنه ومش لاقيه، لا، هنا بقى في الحاله دي طالما المستخدم لا زال في العمل فان الجريمه تقع من تاريخ العلم اليقيني بوقوعها او بمضي 3 سنين من تاريخ انتهائه للعمل عندي. يعني طول ما هو شغال يبقى من وقت العلم، فات 10 سنين ولا مشكلة خالص، لكن هو ساب الشغل، انت بقى ما روحتش تجرد، انت المسؤول، انت ليك 3 سنين من تاريخ تركه للعمل تعدهم، بكده تنقضي الدعوة الجنائية لو ثبت انه استولى او تغيرت نيته من حيازة عارضة الى حيازة دائمة. يبقى الانقضاء يسري على المستخدم من يوم تركه للعمل، او لو لا زال يعمل يبقى هنحرك بقى، لو هو بيعمل هنحرك الميعاد بان انا اعمل له انذار رسمي على يد محضر انه يجي يسلم الحاجه اللي معاه من تاريخ اعلانه بالانذار، نعد بقى 3 سنين عشان يبقى فيها انقضاء للدعوه الجنائيه، لانه لسه بيشتغل وانا اكتشفت انه بقول له بعت العربيه ما جابهاش، العربيه فين يا ابني ما جابهاش، ده هو وداها فين ما اعرفش، بقول له انذار عشان اعرف أدخله في جريمة التبديد.
هو ليه انا قلت المستخدم تاسيسا؟ لانه تغيير نيته مفترض، مش مفترض فيه ان هو غير النية، مش مفترض فيه ان انا اعلم ان هو غير نيته انه استولى على الشيء المسلم اليه على سبيل الامانة. انما عدم العلم بها بقى، عدم علمي انا بانه هو اختلسها، هو ده الامر اللي مفترض قانونا لانه لا زال يعمل. والعبرة في اثبات جريمة خيانة الامانة قلنا قبل كده بحقيقة الواقع، حتى لو أقر المتهم بعكس الحقيقة، يعني لو تم إثبات حقيقة الواقع أمام المحكمة عكس ما أقر به أو اعترف به المتهم، فإن المحكمة بتحكم بالحقيقة، لأن محكمة النقض أرست القاعدة القانونية اللي بتقول العبرة بحقيقة الواقع وليس بما يمليه المتعاقدان على العقد. كنت أشرت في مسألة الشيك، هو ممكن يبقى فيه خيانة أمانة ولا لا لو مسلم، لو معمول كده، لو هنتعامل عليه. الشيك بقى هو عشان إطلاقه للتداول بيخرجه من كونه مسلم على سبيل الأمان. كون إنه شيك ويطلق للتداول يبقى خلاص ما عادش بقى نقول عليه إنه مسلم. ليه؟ بيحكمه قانون التجارة الجديد 1 سنة 2000 اللي قال ان الشيك شيك دون الرجوع الى الباعث، وخلى اطلاقه للتداول حمايه قانونيه رهيبه للشيك. طيب لو معاك عقد مثبوت فيه التزامات معينه بينك وبين الطرف الثاني، ومثبوت في هذا العقد انه تم تحرير الشيك رقم كذا بمبلغ كذا على بنك كذا ضمانا لتنفيذ ذلك الاتفاق الوارد في العقد، هنا يبقى الشيك ما بقاش مطلق للتداول. هنا يبقى ما نقولش عليه انه مطلق للتداول، هنا يبقى مسلم عنده بصفة امانة لان مثبوت بياناته والتزاماته في اتفاق عقد كتابي بين الطرفين على اساسها استلم الشيك ضمانا لتنفيذ الالتزامات. طيب الالتزامات ما تنفذتش، يبقى الشيك مش مطلق للتداول، يبقى الشيك متعنده بصفه امان. في الحاله دي لما تثبت ان هناك عقد وان العقد ثابت فيه بيانات الشيك ورقمه، مش المحكمه مش هتقول لك الشيك شيك دون الرجوع الى الباعث، لا ده هو لم يطلق للتداول. وتعبير لم يطلق للتداول يحرمه من انه هو يبقى شيك، لا ده بقى اداه ضمان وليست أداة وفاء. أنت بتاخد قرض من البنك، البنك بيكتب لك عقد قرض وبيمضي لك شيكات تدفع إقساط، كل قسط بتدفعه هو بيثبته على الشيك اللي اتسدد، فبتبقى الشيكات خلصت. طيب لو أنت معاك نسخة بقى من العقد وتوقفت، يبقى الشيك متعان عند البنك أمانة ضمان، مش مطلق للتداول. حتى هو ما يقدرش يديه للناس يتداول في السوق، يبقى الشيك كأنه فلوس، لأن الشيك أصلا القانون شخصه أنه فلوس مطلق للتداول. يبقى لو في بقى عقد وتمت الإشارة في العقد إلى وجود شيك، يبقى هنا الشيك أداة ضمان وليس أداة وفاء. أنا بكده تناولت جريمة خيانة الأمانة وبعقودها الخمسة، رغم ان انا كنت مركز ان انا اقول خلي بالكم في الايصالات الأمانة انها ما تكونش مخالفة للحقيقة، وانها تكون مكتوبة بين ثلاث اطراف، وانها تكون مليانة كلها في وقت واحد، وان يتم التوقيع عليها امامك، وانه تكون الحقيقه واللي العقل يقبله، ان المبلغ متاخد من فلان يروح لفلان اللي العقل يقبله، مش هيدي لابني اللي قاعد معايا في البيت او لزوجتي اللي قاعده معايا في البيت الحاجات اللي مش متقبله عقلا في ايصال الامانه. اذا نحذر من اننا نحرر ايصالات امانه ببيانات يجوز او يمكن اثبات عكسها أمام المحاكم الجنائية فيقضى فيها بالبراءة، لأنه هيتقال فيها أنه لم يتم التسليم الفعلي ولكنه كان ضمانا لأداء شيء معين بالذات،
وبكده احنا حلقتنا النهاردة انتهت. إلى لقاء قادم في الأسبوع المقبل بإذن الله، أراكم على خير، بارك الله فيكم وحفظكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.